أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: شروط الاستنجاء أربعة، أن يكون بماء طهور. نعم، هذه شروط صحة الاستنجاء. شروط صحة الاستنجاء: أولاً أن يكون ما يصير تستنجي بماء نجس، ما استفدنا، مثل ما يقول لا طبنا ولا غدا الشر. واحد يستنجي بماء، أنت تريد أن تزيل النجاسة، فكيف تستنجي بماء نجس؟ فلا بد أن يكون ماء طهورا. وفي رواية أنه يمكن أن يكون طاهر، يعني اللي هو لن تدرون المذهب أحمد قلنا يقسم الماء ثلاث أقسام: طاهر وطهور ونجس. وفي رواية أن أحمد يجوز الطاهر، مو الطهور، حتى الطاهر يجوز الاستنجاء به، واختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم، بسبع غسلات. نعم، هذا مذهب أحمد أن لابد من سبع غسلات. والقول الثاني في المذهب أيضا أنه تكفي ثلاث غسلات، وفي قول أنه المهم إزالة النجاسة، مو بدون تحديد عدد، بدون وهذا اختيار شيخنا ابن عثيمين، أنه ما يحتاج النظر إلى عدد الغسلات حتى تزول النجاسة. المهم أن تزول النجاسة، هذا أهم شيء بغض النظر عن عدد الغسلات. لكن المشهور مذهب أحمد قياسا على الكلب، إذا ولغ الكلب في إناء أحد فاغسلوه سبعا، فقياسا على نجاسة الكلب كل النجاسات في مذهب أحمد تغسل سبع غسلات. والقول الثاني أنها ثلاث، والقول الثالث أنه المهم أن تزول النجاسة، وهذا أقرب. نعم، تعم كل غسلة للمحل. نعم، يعني هذه الغسلات التي يغسل بها الفرج، أن كل غسلة هذه لازم تنظف المكان كله. نعم، الإنقاء، وهو عود المحل إلى ما كان أولا، فإن لم ينقى بالسبع زاد حتى ينقى. نعم، تنظيف المكان، يعني لو الواحد يعني الدبر مثلا، خاصة إذا كان الغائط مائعا فإنه يتوسخ تحت، زين، فيقول اغسله سبع مرات، قال غسلت سبع وليه الحين فيه باقي، قال كمل لين يعود نظيف مثل ما كان قبل ما تقضي حاجتك، ولو زدت على سبع مرات. نعم،